الآن أدعو السيدة مشاعل الحمادي القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات لتحدثنا عن عام من الإنجازات، فلتتفضل مشكورة. شكرا شيخة. سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السيدات والسادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشكركم على تلبية دعوتنا ومشاركتنا في هذا الحدث الخاص للاحتفال بالذكرى الأولى ومرور عام على توقيع اتفاقية إنشاء مركز بيانات أزور قطر. أقف اليوم هنا لأحييكم جميعا على جهودكم وإنجازاتكم التي لولاها بعد توفيق الله لما استطعنا أن نحتفل اليوم، فقد أدركنا خلال هذا العام بأن تحديات الأمس لم تكن سوى عثرات صغيرة أمام طموحاتنا الكبيرة. في البداية توجهنا نحو التخطيط الاستراتيجي بأن تكون قطر مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات ومركزاً للشراكات العالمية لترسي قواعدها للانطلاق نحو العالم، وأن تزداد مشاركة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي لتحقيق اقتصاد المعرفة كهدف وطني في رؤية قطر 2030. وعليه بادرنا بوضع هدف واضح ومحدد، وهو تبني التقنيات الحديثة وعلى رأسها الحوسبة السحابية بكل ما تحتويه من تقنيات متقدمة. لم تجبرنا الظروف آنذاك لهذا الاتجاه، ولكن ولله الحمد فقد جعلتنا هذه المبادرة على أهبة الاستعداد حين اشتدت الظروف. واجهتنا العديد من التحديات والعوائق، ولكن بفضل الله نجحنا في تذليلها وأصبحنا مركزا يجذب عمالقة المستثمرين في تكنولوجيا المعلومات العالمية. ففي عام 2019 قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لجعل أزور محطتنا الأولى في تبني تقنيات الحوسبة السحابية في دولة قطر. شملت الاتفاقية بناء مراكز البيانات اللازمة حسب معايير شركة مايكروسوفت العالمية، وتم التعاقد مع شركاتنا الوطنية المتخصصة في هذا المجال، والذين أظهروا خلال هذا العام قدرتهم وكفاءتهم العالية وإنهاء أكثر من 90% من أعمال البناء والتجهيزات اللازمة. كما تم الاستعانة بشركات الاتصالات الوطنية لربط هذه المراكز ببعضها البعض، وكذلك بالشبكة الدولية لسحابة أزور. ومن هنا يمكننا التأكيد بأن سحابة أزور قطر ستكون جاهزة للاستخدام قبل نهاية الربع الأول من العام القادم 2022. من ناحية أخرى، تم عقد العديد من الندوات ورش العمل التعريفية للعديد من الجهات في مختلف القطاعات، وعرض إمكانيات الحوسبة السحابية في مختلف المجالات والقطاعات مثل القطاع الصحي والحكومي وقطاع التعليم وغيرها. كما تم جمع كافة الاستفسارات والتحديات ذات العلاقة بالانتقال للسحابة وإصدار كتيب أزور قطر هاندبوك، والذي شمل الحلول التقنية والإجرائية لضمان الامتثال لمعايير السلامة والأمن السيبراني. إن سرعة التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات وزيادة الرغبة في أتمتة العمليات جعلت الجمهور يبحث عن الخدمات الإلكترونية قبل أن يفكر في الذهاب للجهة المختصة لإنجاز معاملته يدوياً، مما أوجد دافعاً كبيراً لنا أن نتبنى مبدأ السحابة أولاً، فلم ننتظر حتى أن تتم أعمال البناء. لذا قمنا مباشرة العمل مع كافة الجهات الحكومية الراغبة في الانتقال إلى السحابة، حيث يوجد لدينا الآن أكثر من 56 جهة حكومية وشبه حكومية وشركات من القطاع الحكومي أنشأت خدماتها الجديدة وتنتقل بخدماتها الحالية للسحابة. ومن الرائع أن تكون هذه الخدمات ذات قيمة وتأثير كبير في حياة كل مواطن ومقيم على أرض قطر. ولأن التنمية البشرية ذات أهمية عالية بالنسبة لنا، فقد وضعنا في أولوياتنا تأهيل كوادرنا البشرية في الجهات والمؤسسات، حيث تم طرح العديد من الدورات الفنية في كافة مجالات سحابة أزور، واستطاعت هذه الكوادر بفضل الله تعالى تحصيل المعرفة والنجاح، وذلك من خلال الحصول على العديد من الشهادات الحديثة والمتقدمة. كما أود الإضافة بأننا قمنا مؤخراً بإرسال استبيان للجهات الحالية والمستفيدة من سحابة أزور قطر، وسعدنا للغاية أن نرى غالبية من استجابوا للاستبيان يعتزمون نقل العديد من خدماتهم وتطبيقاتهم المحورية. كما أوضح الاستبيان أن رغبة تلك الجهات في اتخاذ هذه الخطوة هي التوافق مع استراتيجية الدولة الرقمية، تقليل الحاجة إلى البنية التحتية في مواقع الجهات،
الاستفادة من خدمات الأمن السيبراني المتطورة والموجودة في السحابة، القابلية في النمو مع المرونة في استخدام السعة المطلوبة، التوفير في مخصصات تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتحويل النفقات من رأس مالية إلى تشغيلية، وأخيرا تحسين خدمات النسخ الاحتياطية والتعافي من الكوارث. إننا نؤمن بأن الحلم لا يكتمل بين ليلة وضحاها، وأننا ما زلنا في أول الطريق، وأن أمامنا مستقبلا يحتاج منا بذل المزيد من الجهد والعمل. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل شركائنا في هذا النجاح من شركاتنا الوطنية أريدو، فودافون، ميزا، والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة QNBN، كما أتقدم بالشكر لشركة مايكروسوفت على دعمهم المستمر. وأخيرا ليس آخرا أشكر كافة الجهات الحكومية والشبه الحكومية والشركات التي تبنت هذا التوجه واستفادت من هذا الاستثمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.